الآن تبدو الصورة أوضح، هذه في مأرب ردا على الأمم المتحدة ومبعوثها ومساعيهما لتشكيل حكومة ائتلافية تضم الحوثيين والرئيس المخلوع إلى جانب السلطة الشرعية. يريدون يخرجون من مشروع إسماعيل ولد الشيخ أن تكون حكومة ائتلافية بيننا وبين الحوثيين. قلنا سنصدر بيان أننا لن نذهب الكويت. الرئيس هادي كان واضحا في مأرب وهو يرفض مثل هذا المقترح، فيما كانت المجموعة العربية ودول إفريقية تحبط مشروع بيان في الأمم المتحدة يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين وممثلين عن الرئيس المخلوع بالتزامن مع عمليتي الانسحاب وتسليم الأسلحة بحسب ما نقلته قناة الجزيرة عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة. رؤية الحكومة تفترض البدء بالانسحاب وتسليم الأسلحة قبل تشكيل الحكومة الائتلافية، بينما تلتقي مساعي المبعوث الأممي مع رؤية الميليشيا التي تسعى لفرض البدء بتشكيل الحكومة قبل الانسحاب وتسليم السلاح، وهو ما كان يسعى إلى شرعنته عبر بيان يصدر عن مجلس الأمن. هادي وأثناء زيارته القصيرة لمأرب مقر عمليات الجيش الوطني والتحالف العربي ألمح في حديثه لأنه هناك لرفض ما تسعى الأمم المتحدة لفرضه عليه وعلى فريقه، مهددا بعدم الذهاب مجددا إلى الكويت في حال أصرت الأمم المتحدة على موقفها. وفي محاولة لإنقاذ مشاورات الكويت من فشل يلوح في الأفق، أشارت مصادر سياسية إلى أن المبعوث الأممي وصل إلى الرياض للقاء الرئيس هادي والفريق التفاوضي الحكومي المشارك في مشاورات الكويت برئاسة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، فيما يفترض أن يكون في صنعاء الأربعاء المقبل. كل المؤشرات تقول إن موعد الكويت لن يتم في الوقت المحدد، وأن بين اليمنيين وبين الحل السياسي مسافة تطول كل يوم. مع كل هذه الالتفافات التي تفرضها قواعد اللعبة الدولية، ويبقى الحسم العسكري حلا جديرا بالانتظار، وإن لم يعد واردا إلا على سبيل الضغط والتهديد كما بدأ وهادي يلوح به من مأرب.